الجزء الثاني من الحلقة 11، ما الأمور التي إذا طرأت على بيع التقسيط يصبح حراما؟ الأمر الذي نتناوله اليوم هو التورق، فلو كان الذي يشتري بالتقسيط يقصد التورق فقد أصبح هذا البيع حراما. يعني إيه التورق؟ يعني بيشتري بضاعة وبعدين يحرقها، يعني يشتري سيارة ب 300 ألف جنيه ويبيعها ب 200 ألف جنيه، يشتريها قسط 300 ألف على سنة على سنتين ويبيعها ب 200 ألف وياخد ال 200 ألف يشغلهم ومن مكسبهم يسد ثمن السيارة. يشتري ثلاجة ب 5000 جنيه ويبيعها بأربعة عشان هو محتاج الأربعة، ده هو ده التورق، بس لا يبيعها لنفس البائع بل يبيعها لبائع آخر. طب ما الدليل أن حرق البضاعة أو التورق ربا؟ أول حاجة لأن فيه نفس معنى الربا، والعبرة في العقود بالمعاني لا للمباني. طب ما الدليل أن العبرة بالمعنى لا المبنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا مسلك أصحاب السبت الذين حذرنا منهم الله عز وجل. طيب ده الدليل الأول. يبقى في الدليل الأول إنه اللي فيه نفس معنى الربا، خدت 200 ألف وقسطت 300 ألف. طب الدليل الثاني ده فهم السلف، قال عمر بن عبد العزيز: التورق ربا. وقال ابن عباس: درهم بدرهم دخلت بينهما حريرة. تالت دليل لده فهم علماء المسلمين، فنص الإمام أحمد أن التورق ربا وأن التورق عينة، وتابعه جماعة من المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين: إن شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا، كان الناس نفسهم في التورق عشان يبيحوا الربا، فكان يراجع فيها كثيرا لعله يحللها، ولكنه رحمه الله يأبى ويقول: هذا حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثا. الدليل الرابع أن المخالف ليس معه دليل، والواقع يشهد أن ده بقى ربا صارخ. في البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية وفي مصر بيروح لها الراجل بيقول لها: أنا عاوز استلف 3 مليون جنيه. يقولوا له: مش بنسلف يا اخوانا، عشان تسلف 3 مليون وعسدهم 10 مليون. يقولوا: مش بنسلف، بس ممكن تعمل تورق. هتمضي على 3 ورقات. الورقة الأولى إن هو اشترى ب 4 مليون جنيه مادة صودا كاوية في مخازن البنك الإسلامي في البرازيل، وبعد ما يشتري يخش بقى في الورقة الثانية يمضي على توكيل للبنك إنه يبيع له الصودا الكاوية سريعا حتى لو فيه خسارة لأنه محتاج فلوس. الورقة التالتة يوقع على أن الصودا الكاوية تم بيعها في البنك بعهاله بمبلغ 3 مليون، هو شاري ب 4 مليون البنك ب 3 مليون، وأن 3 مليون دول يتفضلهم ويروح مسلمهم. يبقى طلع من البنك معاه 3 مليون وعليه 4 مليون قسط. طيب الصورة التامنة اللي تخلي بيع القسط حرام انه يدخل وسيط ثالث يغطي البيعة ولا يملك السلعة ولا ينقلها اليه. مثال: واحد عنده مزرعة فراخ وعاوز يشتري علف، تيجي الشركة صاحبة العلف تقول له: 100 ألف علف فوري و150 ألف قسط. فيجي ابن عمه يقول له: لا انا هاخد منك يا عم 125 ألف بس، خد روح اشتريها ب 100 ألف اهي وسدني 125، مسداش 150. والراجل اللي دفع 100 ألف دوت هياخدهم 125 ألف، لا شال ولا ملك ولا نقل ولا ضمن، دفع 100 وخدهم 125. طيب الكلام ده حرام لانه لم تنقل السلع، ما نقلش السلعة، ولا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع. تاني حاجة، هو في الحقيقة عمل إيه؟ عمل دفع فلوس وخد فلوس، مفيش بضاعة في النص، خلى البضاعة كده وسيلة بس للإحلال زي ابن عباس بيقول: درهم بدرهم بينهما حريرة.
طيب الصورة التاسعة اللي بتخلي البيع حرام، ان يجي واحد يقول له الموبايل ده ب2000 فوري 3000 قسط، ياخد الموبايل ويمشي وما يحددش ثمنه فوري او قسط، دي بيع حرام، لان ده بيعتين في بيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. وده فهم الترمذي وفهم علماء المسلمين للبيعتين في بيعة. الحاجة العشرة اللي بتخلي بيع التقسيط حرام، ان يقول لك الستة لاب ب7000، يعني واحد راح يشتري توك توك ب16000 ومع 10000، فتبع ال10000 وتبقى ستة، فالتاني قال له ال6000 دول انا عقصتهم لك 7000 كده ربا. مفروض يقول له التوك توك ده فوري ب16 قسط ب17 والقسط ده على سنة، فدفعت 10 يبقى عليك 7، ما يقولوش 6 ب7، لأن ده يعتبر درهم بدرهم بينهما حريرة. خلاص، ده كده احنا خلصنا الحلقة 11. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.